وكما تألمنا جميعاً الأسبوع الماضي، شعب مصر بأجمعه، وأتابع ما يحدث في كل بقعة من أرض مصر، فمن هذا المكان أعلن وأقول أن ما يحدث يحدث بتوقيتات منظمة وفي مواعيد محددة. لا أفحص السبب، ولكن أعلن من ها هنا أن هذا هو جرس إنذار للدولة كلها، فيجب أن نتكاتف معا لنستطيع أن نمر من هذه الأزمة. لا أتكلم عن أزمة الاقتصاد، ولا أتكلم عن غلو الأسعار، كلنا في العالم نعاني، ولكن حينما تفقد الدولة محبيها ومن وقفوا معها، تكون هذه بداية خطيرة لأمور أخطر. فيجب أن ندرك، وأحذر من هذا المكان وأقول يجب أن نوقف هذا ونبحث عما يحدث، لا لكي نعلنه، ولكن لكي نوقفه وقفا أبديا، لأن هذه البلد بلد آمن جاءها الجميع ليعيشوا فيها. أنا لا أقلق أبدا مما يحدث، وما حدث قبل أن ندخل الصلاة لا يقلقني ولا يؤثر فينا، لأننا نحن الأقباط نحب كنائسنا، نحب كهنتنا، نحب أساقفتنا، نحب بطرقنا، نحب بعضنا بعضا، وكذلك نحب أخوتنا في الوطن. الجميع في مصر يوقرون السيدة العذراء مريم ويحبونها، ولذلك لا يقلقني أبدا ما أسمعه، لكن ما يقلقني هو التنظيم والتوقيتات التي تحدث فيها. عموما نترك الأمر بين يدي الله، فهو يستطيع أن يدبر أمور مصر والعالم كله، فهو خالق كل شيء وضابط كل شيء.